عفاف، محطتنا الأخيرة لليوم بعالم الريشة وتجربة مستمرة ببرنامج ارسم معنا اللي بتربط بين اللوحة وذاكرة المكان، إضافة لمحطات عديدة ومتنوعة وأنشطة للفنان التشكيلي. قدي مهم اليوم يا عفاف وجود هيك برامج على شاشاتنا لدعم هي المواهب، وتحديدا إذا فينا نقول موهبة الرسم. صحيح هايدي، واليوم هذا البرنامج ارسم معنا هو مختص بالأطفال، لكل طفل اليوم عنده موهبة أكيد بيقدر يشارك بهذا البرنامج، والبرنامج كمان بيلامس الواقع والمكان والتاريخ والبيئة، وخصوصا كمان التاريخ الدمشقية. كثير من التفاصيل رح نتعرف عليها ونتعرف على هي اللوحات والنماذج مع الفنان عمر المدني. صباح الخير. يسعد صباحك استاذ، اهلا وسهلا فيك وبوجودك معنا لليوم. خلينا كنت عم نحكي هيك لمحه سريعه عن برنامج التلفزيوني ارسم معنا، بيطلع على قناه الفضائيه السوريه. خلينا نوضح اكثر تفاصيل عن هذا البرنامج، هل هو مستمر لليوم؟ شو الجديد فيه؟ هلا هو فكره البرنامج كلها هي فكره جديده ما أنا موجوده، بالاضافه انه هو برنامج قابل للتطور، والسبب انه ما هو فكره ماخوذه من 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 برنامج موجود بمحطات عربيه او اجنبيه، فهي فكره قابله للتطور حسب نتائجها المفيده للطفل واللي فيها المتعه للطفل واللي فيها اثر مع 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 الزمن للطفل، يكون اثر جميل اثر مفيد للطفل. هلا فكره البرنامج منزور نحن فريق التلفزيون مع مجموعة من الأطفال، حوالي 10 أطفال، على شكل رحلة فنية لموقع سياحي أو أثري بدمشق أو ممكن بأي محافظة من المحافظات السورية. منزور هالمكان ومنرسمه بشكل مباشر مع تعريف الطفل بهذا المكان، قدم هذا المكان، تاريخ بناء هذا المكان، الزخارف الموجودة، النقوش الموجودة، يعني تعريف قدر ما نستطيع بطريقة محببة للطفل وما تكون مملة للطفل، حتى تترك المعلومات هي بذاكرته أثر جميل، ومع الزمن يعني بيمر الطفل مع عائلته ممكن بعد ما يكبر بيتذكر أنه يوم من الأيام زار هذا المكان ورسمه بشكل مباشر، وكان حلقة البرنامج اللي هو شارك فيها هي ذكرى جميلة للطفل. أكيد. اليوم عم نشوف كثير من الأطفال إن كانوا حتى يافعين أو من ذوي الهمام أو حتى أطفال طبيعيين عندهم موهبة الرسم بشكل فظيع، وبرنامجك حضرتك أستاذ عم يضوي على هي المواهب. اليوم دخولك مع بعالم الطفل خلينا نقول وتجربتك مع هدول الأطفال كيف كانت وشو اللي خلاك تختار الأطفال بس؟ صحيح. هلا اي طفل موهوب بسوريا هو ممكن بكل سهوله يكون ضيف لحلقه من حلقات البرنامج، ان كان معه ولنفرض اعاقه، ولنفرض بتر رجل، بتر او اعاقه ذهنيه خفيفه يعني، او بيشكو من مرض معين، بس هو رسام، هو فنان، هو بيحب الرسم. مجرد انه هو شخص بيحب الرسم من حقه يكون ضيف على البرنامج مهما كان الاسباب الثانيه، يعني حتى نحن اذا قدرنا نفرح طفل معه حاله نفسيه او حاله مرضيه قدرنا نفرحه، فبنكون احنا حققنا الجزء الاكبر من طموح البرنامج، انه نحن نجيب الفرحه للطفل، نجيب الابتسامه للطفل ايا كان المشكله اللي بيعاني منها. بالاضافه انه ممكن نحن ما نكون يعني عارفين، يعني احد المرات عم شوف رسم الطفل هو مشارك معنا بالبرنامج وعم شوف رسمته، فعم بلش حاوره باللوحة اكتشفت انه هي رسمته فعلا، بس هو بيشكي جزء من التوحد، فأنا استمريت معه بالحوار، استمريت معه بالحديث لأخذ منه قدر ما استطيع من تفاصيل كيف رسم وكيف قدر
يحقق بأنامله الحلوه هالرسمه هي، وكيف قدر كيف قدر يتجاوب معنا ويرسم المكان اللي احنا طلبناه منه. فكان كثير هذا الامر يعني مفرح بالنسبه لنا، انه خلينا يفرح، خلينا يترك بصمه جميله بحياته. وعم نشوف عبر الشاشه مقتطفات من لوحات الاطفال يلي عم يرسموها، وتواجدك معهم اليوم وتفاعلكم، خلينا نوضح كيف عم تكون الاجواء اليوم، كيف عم تكون تفاعل الاطفال مع اللوحات، مع الافكار يلي عم ينجزوها. هلا الطفل مجرد يعرف انه انا بدي شارك ببرنامج على التلفزيون العربي السوري، فهذا الامر بالنسبه للطفل يعتبر مثل حلم، يعني انه انا بدي ارسم انا قدام الكاميرا، وبدي ارسم على شاشه الفضائيه الوطنيه وكذا. فهذا الامر يعني ممكن يخلي الطفل بحاله شغف قبل التصوير لاقصى حد، وتفاعله معنا نبعث له الرسمه يحضرها، يقول لي عجبتك لسه، بدها شيء، بدها شغل، بدها تحسين، بدها كذا. فهو الطفل بيتدرب على الرسمه قبل ما يجي، يصير عنده ثقه اكثر كمان، وثقه ودفع معنوي للطفل انه انا بدي شارك ببرنامج من هذا النوع. فمثل مثلا طفله من احد القرى بريف دمشق شاركت معنا بالبرنامج، والطفله يعني يمكن عمرها ما بيتجاوز العشر سنوات. تمام. صورها بعد ما شاركت يعني انتشرت بكل الصفحات اللي لها علاقة بهي الضيعة أو هي القرية، فاحتفلوا فيها أهل القرية وأهل الضيعة كأنه عملت إنجاز كبير، يعني طبعا تشجيع للطفلة وخلوا عندها إحساس أنه لازم تبذلي أكثر وترسمي أحسن، وأنت يعني عملتي شيء مهم كثير. فشفت التشجيع اللي صار لها بهالقرية وبهالمدينة، فهذا الأمر يعني فرحتها يمكن لا توصف، وهي شاركت بحلقة من حلقات البرنامج وفرحتها. فنحن بنحاول يعني أنه كل حلقة من الحلقات يكون في ضيوف جداد حتى يتسنى لأكبر عدد من الأطفال المشاركة بالبرنامج، حتى يوصل لأكبر عدد من الناس، ويوصل لكل فئات العمرية اللي من نفرض من 4 سنين ل 15-17 سنة. أي طفل موهوب، أي طفل بيحب الرسم، عنده شغف بالرسم، عنده اهتمام بالرسم، فممكن بكل بساطة يكون ضيف للبرنامج. ونحن يعني إذا وصلنا لمرحلة أنه نخلي الطفل يكون مبسوط أو يترك ذكرى جميلة، فبنكون حققنا جزء كبير من هدفنا بالبرنامج. طبعاً اليوم من أبسط حقوق الطفل إن كان بيعاني من مشاكل جسدية أو حتى عقلية، إنه يتسلط الضوء على موهبته، وإنه كمان يفتخر بموهبته. ممكن كمان تنمية هاي الموهبة ممكن تصير شيء كبير بالمستقبل. أستاذ، اليوم مشروعك القادم هو لوحة متكاملة عن تاريخ وجغرافيا سوريا، خلينا نحكي عنه، وشاركوا فيه الأطفال ولا لحالك؟ هلا الفكره هي لوحه جداريه ممكن ارسمها باوقات قريبه ان شاء الله. انا سابقا عملت لوحتين جداريات تحت جسر فيكتوريا عن معالم دمشق. اما اللوحه اللي ممكن بدنا نرسمها بالمستقبل بمكان باحد مواقع بمدينه دمشق، هي رسم المواقع الاثريه بكل سوريا. بناخذ جزء من جامع الاموي، جزء من قلعه حلب، جزء من ناعورة حما، جزء، فبناخذ من كل المحافظات السورية المعالم الأثرية المهمة، وبنجمعهم بلوحة واحدة على شكل قلعة واحدة، على شكل حجر واحد، على شكل بناء واحد، حتى نقول للعالم بأسره أنه سوريا ما بتتقسم، سوريا جسد واحد، سوريا قلعة واحدة، سوريا نبض واحد. فكيف نحن ممكن نرسم المعالم الأثرية القديمة كلها بجسد واحد، بشكل قلعة واحدة، نفس نوع الحجارة، نفس نوع التاريخ المختلف، مثلا ببناء الأشياء هي ممكن من 1000 سنة، من 2000 سنة، وممكن بمئات السنين. ونحن ندمج هالحضارات كلها هي بلوحة واحدة. فهذا الشيء أنا إن شاء الله عملت اللوحة على قماش من هذا النوع، وأنا بتمنى أنه هاي اللوحة أو فكرة هاي اللوحة تصير على بشكل أكبر بالمستقبل،
كلوحة تجارية جدارية. إن شاء الله أكيد. وحلو الواحد اليوم الفنان التشكيلي إنه يضوي على جماليات بلده، إنه يضوي على التاريخ والحضارة اليوم، والأحلى يمكن إنه ينقل هي الأمور للأطفال. طيب خلينا نحكي شوية تحديات يلي ممكن تواجهك اليوم بعملك كفنان تشكيلي. هلأ طالما أنا عم برسم بلدي ما بحس انه في تحديات، طالما انا عم ارسم معالم بلدي، فمجرد انا رسمت اللوحه بعبر فيها عن جمال بلدي، هذا الشيء بيكون اخذت كل ما اتمناه كفنان. يعني بنشوف نحن اغلب الفنانين بيرسموا بلدهم، بيرسموا حضارتهم، بيرسموا تاريخهم، ومن هذا المنطلق انا بحب ارسم بلدي وارسم جمال بلدي وارسم حضاره بلدي، حتى الزائر اللي بيزور سوريا يشوف هالمواقع هاي وياخذ افكار من 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 اللوحات، ياخذ يعني ذكرى جميله عن هالبلد هذا اللي عمره مئات والاف السنين، والمواقع اللي فيه اللي هي يمكن ما انا موجوده باغلب دول العالم، والسبب انه سوريا هي بلد قديمه تاريخيا، قديمه اثريا، وما في شارع ببلدنا، ما في حاره، ما في مدينه، ما في الا فيها شيء اثري، حتى لو كان جدار، حتى لو كان بيت اثري قديم، حتى لو كان جسر قديم، حتى لو كان قلعه. فسوريا يعني مثل ما بنعرف فيها جبال مطريه، فيها صحراء، فيها جبال عليها ثلج مثل جبل الشيخ، فبلدنا هي فيها كل الصفات الجميله اللي ممكن الانسان او كفنان يبحث عن ماده ليرسمها، فبيلاقيها موجوده بسوريا، بمحافظات السوريه، بالمدن السوريه، بالقرى السوريه. يمكن التحدي الاصعب بالنسبه لك استاذ اليوم هو التسويق للوحاتك كفنان، عم تواجه شيء صعوبه بهذا الموضوع ولا التسويق اخذ مجاله باختصاصك عن طريق ممكن الاطفال يلي عم تدربهم وعم يشاركوا معك، عم تلاقي في سهوله بالتسويق؟ والله احكي بصراحه، التسويق اللي كان سابقا يعني هو المعارض، يعني المعرض ولنفرض بيزور المعرض 100 شخص 200 شخص، اليوم التسويق عن طريق او انك تطرح اللوحه عن طريق الفيسبوك او عن طريق وسائل التواصل بكل انواعها بتصل لمكان اوسع وبطريقه اسرع. يعني التسويق عن طريق وسائل التواصل اليوم افضل بكثير من الطرق القديمه حتى توصل فنك انت لابعد مكان وباسرع وقت. فانا بشوف اسرع طريقه هي نشر اللوحه، وحتى ممكن نشر مراحل رسم اللوحه، فهذا الشيء كثير تطور عن قبل، وخلى اكثر شريحه بالعالم تشوف مستوى اللوحه اللي بترسمها. أكيد بالختام بنشكرك كثير الفنان التشكيلي عمر المدني، أهلا وسهلا فيك أستاذ، وأكيد بنتمنى من كل الأهالي يلي عم يتابعونا ويلي عندهم أطفال اليوم وعندهم موهبة بالرسم هنن قادرين اليوم يسجلوا بالبرنامج ويتعلموا أكيد من تجربة حضرتك أستاذ، أهلا وسهلا. الله يسلمك، شكرا. أهلا وسهلا فيك أستاذ وشكرا لك. الله يسلمك، شكرا.